انا عصام اختي افتحي. اهلين اخي عصام. شلون اختي؟ الحمد لله اهلين وسهلين. تفضلي يا دول بعت لك اياهم ابوكي. لك الله يخلينا يا ويطول بعمره يا رب. الله يعطيك العافيه. فوت اخي فوت. سوري هو؟ ايه فوق هالاسطوحه متعمي الحمام. هلا مسكر دكانته وقلتي لي بالحمام فوق. بوراني من اجى لعنا؟ هذا اخي عصام ابن عمي. فوت اخي فوت. يلا انا حاعمل لك كاسه شاي. بسرعه اختي ما بدي اتعوق على ابوكي حاكم تاركه لحاله بالدكان. اهلين خالو. اهلين خالو. مرحبا صهري. اهلين عصام. كنت عم بحضر الحمام لو مسبي خمس دقائق بتقدني بالدكان. شرف. شلونك؟ شلون شغلك؟ الحمد لله ماشي حاله. طمني كيفو عمي مرت عمي ولاد عمي كيفهم كلهم؟ الحمد لله كلهم داعي لك بالسلامه. خالو هذا شو اسمه؟ هذا درائي خالو درائي. نلعي على المربع ولا نلعي اساس ما بيعرف شو هذا الدرائي. الله وكيلك هالولاد لهم شغلات بتسود الوش. وين الشاي يا بوران؟ يلا تكي صارف سعيد. وين اجتمعت مع منه ابي؟ دكانته ولا على سطيح مثل عادته؟ لا يا ابي دكانته شو على سطيح؟ طمنت على اختك بوران لك ابي؟ كنت اسكت محتاجه ولا محتاجه؟ لا يا ابي ماني محتاجه شيء، اموره عال العال. الحمد لله. بوزت لي الاولاد عصام؟ ايه امي واحد واحد، وهديه حملتني سلام الي قصمص القبض البطيخه. شوبر قلبي هالهديه شو مهضومه ودمها خفيف. عاشي الحمد لله رب العالمين. أكلت اليوم طيب وكثير أسعار إن شاء الله صحتين وهنا. محل ما يسري يمرق ابن عمي. يا أبي طبخ أمي دائما طيب، أنا بقفر ريحة طبخ أمي من رأس الحارة. حكى أبو بطن ليش تهمك غير بطنك؟ كيف معنك أبو خاطر؟ كيف الشغل؟ ماشي حاله يا أبي، بس جايب لنا شغيل جديد مشان يشتغل معنا. مات الشغل ماشي تمام وبده يلحي الرجال. كتر بتشيلك أبي بتشيل. لا يا ابي عم نلحق، بس مثل ما فهمت من خاطر انه المعلم جايبه لهذا الشاب لانه يتيم وحب يعمل معه خير. يلا كتر من امثاله لك ابي. يلا كتر من امثاله. بني ادم ما ياخذ معه لاخرته غير عمله الطيب ابدا. شو بتعمل بالدنيا بتعي بالاخره لك ابي. الكفن ماله شيء. اي والله اي والله يا ابي دايما. صحتين يا عمو. يا بنات خلصتوا؟ خلصنا. يلا لك عم ذوبوا السكر بسرعه. اوعى ربي يسلم هالديار. صحتين. هلا معقولة صبحي واخو معروف يعملوا هيك؟ فلتوا من ايدي ولو لقطهم كنت فرجيتهم لهالفلاعيس شلون بكون مراجل. بقى عم يتقوا اثنين على واحد. اخس اخس. الله يخليكم يا شباب لا حدا يفتح السيره ابدا. ابي مانو متاكد بس شاكك شك ونحن ما قدرنا نعرفهم. مزبوط معتز كانت الدنيا عتمه. لك صاي ابراهيم انت شفت الحرامي اللي سرق ذهبات ابوك؟ ما قدرت تعرف اذا كان يدعشري ولا لا؟ من عيونه بقدر اقول انه هو حاكم. تطليعات عيونه مثل الديب كانوا عم يقدحوا قدح بالعتمه. اما اني متاكد 100% ايه ما بقدر اقول ايه. برهوم ايش كان بدك يعني نعمل لهم شيء بدل مرتب محسوبك جاهز؟ مو بس انا وشباب الحاره ما حدا منا بيقول لا. عم يقول لك ماله متاكد انه صبحي واخوه معروف هن اللي ضاربينه. شلون بدك تعمل لهم بدل؟ شو بنا بشي خايف انا؟ لا مالي خايف. شو مفكر حالك القبضاي الوحيد بيناتنا؟ لسه قاعد عم تتمنفخ على الفاضي وتقد مراجل على الفاضي؟ انت قدو هذا الحكي؟ صلوا على النبي يا شباب. شو بكو؟ نحن جايين طمع ابراهيم مو جايين متخانة. لا تروى معتز شو بلا مشي؟ عدوا شربوا شاي عدوا. تعرفوا شباب انا هلأ تأكدت انه نحن ايد واحدة بإذن الله وبشير ومعتز ما في خلاف بيناتهم. يلا نشوف بوسوا شوارب بعض وغسوا الشيطان. يلا الله يلعن الشيطان. يلا غبي حلوين. الله يخزيك يا شيطان. عين عليكم يا شباب. وهلأ عدوا احكولي وين وصل ابو عادل حكواتي بقصة الامير حمزة؟ اسمع